سمي يا اخويا على عيل ده لما شفحت الميه. الله ده ليه يا ست انت؟ ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفنا حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو؟ امال الرجال يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب. كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ انا مالي وانا فاضيالك. طب شايلين انت؟ العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه مش عرفني. هسرقه منين يا ولية؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا ولية. سرقه؟ ايوه. سرقه ايه يا ولية؟ مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا ولية؟ مش انت اللي مديهالي العيل؟ قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. الصحة يا رب، ربنا ياخدك اللي ببالي. ساعة
صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبط. ماشي. على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفتر برسيم. يا راجل الطعميه سخنه ايه؟ كل حماتك تحبك. ماشي. ببلاش حماتك تحبك دي. واي بلاش حقك عليا. اخد عجاز باريزة. باريزة باريزة يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نسوة. ايوه يلا ياخد يلا ياخد اطلعي يا اختراعي. انا باخد لحاسب. الله 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 الله. أول مرة أشوف واحدة ست بمقصور. شيل شيل. عايزين اتنين أربعة رجالة يشيلوا معانا. مش شيل ساعتها يا شيخ. تعال شيل معانا ربنا يخليك. تعال معانا. شيل شيل شيل. معاك سلمة يا عم هلال؟ لا مفيش سلمة. معاك شيل. يلا. أنت حط مين وأنت حط معاك شيل. شيل. الله أكبر. الله أكبر. شيل يا جدع. شيل. شيلوني يا جدع. شيلوني. تعال يا أخويا تعال. والحين قدين لما مؤاخذة تعملوا ايه؟ قضية منيلة في 60 نيلة يا اخويا بعيد عنا. بص هلقوا فلوس ناقصة في الشغل. اه على بلاطة كده يعني هفوه. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 أشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا وجابنا في كل حاجة. لجنة خبراء اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ايه ده؟ ما تخليش تقولي ما تخليش تقولي. هو انا نعطاك لما تعيد عبارة. ايه يا ولد ايه؟ ده انا خاف لا تطلعوا لي في المنام مع اللي بتسمي. اوعى حد يا محمد. اوعى يا نهار اسود. اوه يا يا راجل انت والله العظيم بتتكسم يا ولد. يا سعدية يا اختي جوزك ده راجل خايب قوي. انا على رأي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذة ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهية عشان 300 جنيه؟ يوه هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 أشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابة ومحاكم وبوليس؟ أبو الجبلة يا اخويا عاملينها فتحة. جوزي بيقول على الأقل على الأقل فيها 10 سنين. يفضل الله وانا فالك يا نبوية. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه يا نبوية؟ يا سعدية يا اختي دي تسعيرة والعملية دي فيها 10 سنين. حتى اسألي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوة انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت ما تحطهاش حلوانة في سلوانة وتلزق كده. ارجع لورا شوية. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربية على وضع جسمك. الله انا اشوف العربية على وضع جسمي ازاي بقى يا راجل. نفسي اركبه مره. الاسانسير عطلان يا سي رمضان. يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيد ما تضحكش عليا ولا حاجه. امرنا لله نطلع على السلم. ربنا ياخد اللي ببالي. نعم اخويا. مش قصدي عليك. انا مش قصدي عليك. انت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترمال. Thank you.
تشويش ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشوية كيلومتر. علي النعمة أنت مسكين. أي أيوة والله. الرد والسمنة وصلوا الجمعية يا فندم. انت واقف انت عيالك، انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الا وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز، ما اكلش رز ولا سمنه اموت من الجوع؟ سمنا عندي حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشيه عيانه مط والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشويش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايز اي حاجه بقى في هذا معايا؟ لا اتكل انت على الله. اي خدمه يا اخوي. اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامه. انت في ايه؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ مالك في ايه؟ زبون عايز يشتري لحمه بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمه بريال قال. اقل حاجه عندنا نص كيلو ب 3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه، بنشتري بال 10 كيلو بال 14 كيلو، بالك؟ وفي العيد بنتبع عجليه. اي أيوة والله بنتبع عجليه. البريال لحمه قال. ده الريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه؟ خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبص لي ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوهم؟ بقول لك ايه؟ خلصنا، انا ما عنديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبص ليش؟ قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحمه هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمه؟ ايوه، بطني وانا حر فيه. هل على راي المثل اقرع ونزهي؟ اقرع ونزهي يا ست؟ اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك؟ ينيلك، هم 605 برطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي العروسه موجوده وأنا موجود والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ ب 45 جنيه. والتلاجة بكام؟ وما يخنقش 45 جنيه. وأوضة النوم بكام؟ وما يخنقش 45 جنيه. في يا ست النام على أرخص حاجة. أيوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. أمال أعمل إيه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني، أنت لا تصلح للجواز متلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص ايد ولا ناقص رجل ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس، عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوط لي ب 605 برطوش. ب 605 جنيه؟ يا ماما يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك، ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ست انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه، مقلسه قوي. يا ابني احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشه ما تسواش، ما تزعلش مني. الا هو انت ترزعيني الكلمه وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك جبلتك ايه؟ جبلتي؟ يا ست ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان، استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي ناحيه ورا بتعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا حتى احنا كوخه. ما تشر عليك. يا بنتي انت مش هينفعك. ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. إله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى،
بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنين، دي وليها طماعة. اي والله طماعة. بس شوية شوربة وعظمتين للكلب، انما ايه؟ جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. الهي يا رب تطفح الرز، الهي يا رب السمنة تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايزنا اكل الكلب برياء. امال الموظف اللي زي حالاتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا حنوق مرضيك، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانيه في ست سنين، كنت هلاقيها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، بلاش كام فرخ. دوق انت بس، دوق انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا مغاوري. ازيك يا ولد؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. مالك يا ابني ايه البغل كده؟ ايه اللي بيحصل بيه؟ في ايه؟ انتوا قلبتوا الدار لقلبة للجواميس؟ ايوه، اصل ابويا العمدي مخلي كل حتة في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما فيش سنة غير سنة الفلوس؟ نهايته خلي العمدة فين؟ موجود جوه. اتفضل يا أستاذ رمضان. يلا اتفضل. قلتوا ايه؟ سلام عليكم. عمرك سلام. اهلا 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 وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رب. ازيك يا خير؟ اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجة؟ يا بس عشان انت جاي من صافة، ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خال؟ هي الدنيا ساعة باينة يا ابني، ما ترسلك على بار ساعة ولا سخن؟ اي حاجة يا خال، حاجة ساعة حاجة سخن، اي حاجة تشرب وخلاص. اما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم، ما في شيء ولا نيله جاي. ها ازيك يا خال؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى يا حضره العمده، وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوب. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده، عددهم بايدي. تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايي يا هنداو، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خالي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش سيره الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامة. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتانه. تجعان وافرد يعني، ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خال، خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمه يعني. من هنا يا من هنا. ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه، اشي بقر واشي معيز واشي خرفان واشي جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي علي جوه. قال يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيوب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاوي اللي اكلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض، خليه علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحن، شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحن، ثم هجيب لك من ايه؟ انا ما حلتش حاجه. ما هم لسه مدي لك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخوي، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الهي ربنا يجيب لك شرطه في الجواميس بتاعتك. إله يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت؟ لا اضربك. ايه؟ سلام عليكم.